قبضة رجال الأمن. شاب يقتحم متجرا للاتصالات بحي العزيزية بسيارة نقل مسروقة وسرقت 13 جهاز جوال. تم القبض. شخص يقدم على سرقة جوال من أحد محلات الاتصالات والهروب مع قائد مركبة كان بانتظاره. تم القبض. أشخاص يتباهون بحيازتهم لأسلحة نارية والاستعراض بها وتوثيق ذلك ونشره. تم القبض. شخص يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي وتوثيق ذلك ونشره. تم القبض. تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص يقومون بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة تجاوزت 100 مليون ريال. تم القبض. شخصان يقومان بتحويل أكثر من 1,400,000 ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة. تم القبض. شخص يتباهى بعرض مبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة يرافقه شخص آخر. تم القبض. شخصان يقومان بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي لبيع العملات النقدية المزيفة. تم القبض. شاب يتخذ حسابه الشخصي في إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم. تم القبض. مقيم يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية وتزوير مستندات لشركات متخصصة. تم القبض. تشكيل عصابي مكون من 10 مقيمين يقومون بسرقة القواطع والكيابل الكهربائية من غرف محطات توزيع الكهرباء. تم القبض.